بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سأبدأ بقرار الحكومة في شخص رئيسها بتقديم طلب إلى مجلس النواب من أجل سحب مشروع القانون رقم 1016 متعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، والذي يتضمن مادة حول جريمة الإثراء أو الكسب غير المشروع، والتي بطبيعة الحال خلقت نوعا من الجدل واللغط داخل المؤسسة البرلمانية المغربية. الحكومة في تعليلها بطبيعة الحال لهذا السحب قالت بأن هذا المشروع يجب أن يناقش في شموليته وليس في إطار مقاربة جزئية كما كان عليه الحال خلال الحكومة السابقة. طبيعة الحال هذا تعليل الحكومة، هذا فقط كإشارة فقط إلى أن بالنسبة لهذه النقطة المتعلقة بالإطراء غير المشروع، فمشروع القانون المتعلق به ينص على تجريم الإثراء غير المشروع في حالة الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة. هذه النقطة بالإضافة إلى تعديلات أخرى مرتبطة بالقانون الجنائي المغربي، خاصة تلك ذات الصلة بنقطة الإثراء غير المشروع، شكل منذ مدة غير يسيرة مربطا لمجموعة من النقاشات والتناطحات السياسية بل حتى الحزبية. الأمر حقيقة الذي يطرح عدة تساؤلات حول الجدوى من عدم تمرير مثل هذه المقتضيات التي من شأنها أن تزيد في تحسين مناخ الحكامة بالمغرب وتعمل على محاربة الفساد وتقف في وجه مجموعة من الأشخاص خاصة الموظفين منهم والمعنيين بتصريح بالممتلكات، خاصة أن خطاب الإصلاح الإداري وحتى القضائي لا يمكن أن يتأتى ويترجم على أرض الواقع إلا بتبني هذا المشروع. ربما سأربط سحب الحكومة لهذا المشروع بنقطة أخرى مرتبطة بالتقرير الذي صدر عن المديرية العامة لإدارة السجون، والذي تحدث عن وجود تضخم واكتظاظ على مستوى السجون المغربية، بل إن التقرير تحدث أكثر من ذلك عن ارتفاع قياسي بالنسبة لعدد السجناء، وهو الأمر الذي أعتقد أن على الحكومة أن تأخذه بعين الاعتبار فيما تريد إدخاله من تعديلات على مشروع
إصلاح القانون الجنائي، وذلك بغية عقلنة الاعتقال الاحتياطي وإعمال مجموعة من الوسائل البديلة خاصة للعقاب تفاديا للزج بآلاف الأشخاص إلى غياهيب السجون في انتظار استكمال مساطر التحقيق والمحاكمة بطبيعة الحال. إذن هذه النقطة يجب كذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار، كما أن هذا النقاش الذي يثار وسيثار حول القانون الجنائي أعتقد أن على الحكومة الحالية أن تجد له حلا حتى يمكن للمغربي أن يفتح صفحة جديدة ويعمل على وضع حد لمجموعة من الممارسات التي أصبحت متجاوزة اليوم خاصة على المستوى الدولي، وحتى ينسجم المغرب مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعها في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بمشروع قانون المالية فأعتقد أن الأمر يعني منطقي ومقبول، على اعتبار أن الأمر يتعلق بحكومة جديدة برئاسة حزب جديد، وإذا كان الحزب الذي يقود الحكومة حاليا كان طرفا في الحكومة السابقة فهذا لا يعني أنه كان وراء اتخاذ كل القرارات التي أنتجت خلال مرحلة الحكومة السابقة. فسحب هذا المشروع من طرف الحكومة لإدخال تعديلات عليه هو يفهم في إطار رغبة الحكومة في ترجمة عدة نقاط أشارت إليها في برنامجها الحكومي على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتوفير مناصب الشغل في إطار بعض المشاريع الكبرى، وكذلك توخيا للرد على مجموعة من المستجدات المرتبطة خصوصا بالوضعية الاقتصادية الدولية وحاجة الحكومة إلى تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية التي من شأنها أن تحفظ للاقتصاد المغربي متانته وقوته، وتفاديا لانتكاسة قد تؤثر سلبا على سبل تنزيل مختلف البرامج والسياسات العمومية التي من المفروض أن تنخرط فيها الحكومة الحالية انسجاما مع التوجهات الكبرى لبرنامجها الذي يمتح من النموذج التنموي الجديد بطبيعة الحال. لذلك أنا شخصيا أعتقد أن قيام الحكومة بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية الذي أعد في ظل الحكومة السابقة أمر منطقي ومقبول في الأنظمة الديمقراطية كيفما كانت، لأن الأمر يتعلق بحكومة جديدة وبقيادة جديدة يعطي لها أو تعطي لها الشرعية الانتخابية وحصولها على التنصيب البرلماني الحق في إدخال هذه التعديلات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.